ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهارده في ريفيو، وكمان ريفيو عن ماسك الفحم دوت اللي معايا النهارده. وهقول لكم تجربتي عنه وبيعمل ايه، وهتنبهروا بقى وهبهركم معايا. يلا لايك وسبسكرايب، وما تنسيش كمان تفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد. فصل صغير جدا جدا وهرجع لكم على طول، فيلا خليكم معايا. وهنبدأ بقى ريفيو النهاردة، وهكلمكو عن الماسك الحلو دوت، ماسك الفحم. على فكرة ده من ماي واي، حلوة جدا، عاملة الماسك الجميل دوت، وكمان سعره مش غالي خالص، تقريبا ب25 جنيه. حلو ان هو بيشيل الروس السودا، وكمان بيدي نضارة للبشرة. حلو قوي، هو ماسك مطاطي كده بيتشال كل مرة واحدة، والعلبة كمان حجمها كبير مش صغير، حجمها 100 ملي. اسمه بريتسي العروسة، عجبني قوي قوي بصراحة جدا يعني، وريحته بقى عجبتني اكتر بصراحة، مش فذة بالنسبة ان هو بالفحم. كمان هتلاقي مكتوب عليه طريقة استخدامه علشان تاخدي احسن نتيجة. بصوا ده كده سمكه، انا حاولت ان انا اوريلكو سمكه في الفيديو. بصوا سمكه كده ولا تقيل ولا خفيف، وبعدين حبة صغيرين هتبتدي توزعيهم زي ما انتوا شايفين كده. هو بيبقى مكتوب عليه ان انت بتسيبيه 5 دقايق او 10 دقايق، لا هو بصراحة اتساب اكتر من كده، وبرضو على حسب الجو يعني حر ولا ساقعة. فانا سبته حوالي ربع ساعة او تلت ساعة، بس هو مش 10 دقايق ولا 5 دقايق زي هو مكتوب عليه خالص. وبعد كده هوريلكو شكله لما هينشف هيكون عامل ازاي، وهيبقى مدي نضارة حلوة ازاي. فخليكم معايا بقى. ده شكله كده بعد ما نشف، اخد تقريبا تلت ساعة. شكله بقى مط قوي قوي كده. طبعا مش هتغسليه بميه ولا حاجه، انت يا دوب هتفركيه كده او تشديه شده بسيطه، هتلاقيه ابتدى ان هو يبرم معاكي زي ما انا موريالكو كده، وهيطلع بقى كل الروس السودا لو انت عاملاه في وشك. انا طبعا جربته على ايدي، وهيدي كده نضاره حلوه قوي. بصوا حتى اول ما ابتدى اشيله شايفين التفتيح عامل ازاي، بيدي شكل بيور كده حلو قوي وجميل. طبعا مش بيبهدل الدنيا والكلام ده خالص، انت بتشيليه بسرعه. حلو ان انت لو مستعجله وعندك خروجه ووشك بهتان شويه بتستخدميه، وهيبقى زي الفل. بعد ما شلته خالص خالص، انا شطفته بميه بس، بعد يعني لو في اي حاجه مطرحه، حاجات بسيطه بعد ما شلت ده كله، شايفين في حاجات صغيره اهي، دي بس شطفتها بعد كده بالميه، ما حطيتش كريم، ما حطيتش اي حاجه. وكمان بيدي تحطيره حلوه كده، عجبتني قوي قوي بصراحه. فعلا الماسك بتاعهم عجبني، ودي كانت تجربتي عنه. شايفين المنظر عامل ازاي؟ لو عجبكم انتوا كمان قولولي، واتمنى ان انتوا تجربوه. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ويلا دلوقتي باي باي.